السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: إشادة خليجية وعربية بتهنئة الملك المفدى أيده الله بالعيد، 50 مليون مشاهدة للرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة تدريجية للحياة والتعايش مع فيروس كورونا، إقبال متوسط على الصالونات ومحلات الحلاقة وسط إجراءات مشددة. وإلى صحيفة الأيام والتي بينت لهذا اليوم: إلغاء الإجازة القضائية السنوية لجميع المحاكم، المهن الصحية، التفتيش الصيدلي يضبط 962 مخالفة، التراخيص ل81 منشأة صحية جديدة، ومع صحيفة الوطن والتي نشرت لهذا اليوم: افتتاح المساجد قريبا وفرق تطوعية للتعقيم والتنظيم، 11 مستشفى خاص تقدم خدمة فحص فيروس كورونا، وزير المواصلات لصحيفة الوطن: المطار الجديد جاهز والافتتاح بعد تحسن الطيران. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: الأعلى للمرأة يطلق مسابقة قصتي بعدستي. أهلا بكم من جديد. أوضحت صحيفة الأيام أن قرار وزيرة الصحة فائقة الصالح شدد على توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة في الصالونات ومحال الحلاقة والتجميل، وأن أي صالون لا يستطيع توفير الاشتراطات يتوجب عليه الغلق وعدم إعادة الفتح. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية نهرة أعلنت عن قائمة 11 من المستشفيات الخاصة التي منحت على ترخيص طبي لإجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا، والذي يقدر ب50 دينارا للشخص الواحد على أن تظهر نتائج الفحص بعد 48 ساعة. نشرت صحيفة الأيام أن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين قالت إنها قامت في شهر مايو الجاري بالتعاون مع عدد من الشركات البحرينية المتخصصة في الإمدادات الطبية بنقل 82 طنا من المعدات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية وعدد من منتجات التعقيم. نقلت صحيفة الوطن أن إدارة الأوقاف السنية أصدرت تعميماً إلى أئمة الجوامع والمساجد بتشكيل فرق تطوعية لتعقيم المساجد وتنظيم دخول وخروج المصلين وترتيب أماكنهم مع التأكد من الالتزام بالتعليمات الصحية. ماذا بعد الكورونا؟ عنوان مقال للكاتبة ياسمين خلف نشرته صحيفة البلاد، تحدثت فيه حول تباشير ما ينعكس على أرقام حالات التعافي من فيروس كورونا. يمثل خبر تعافي المصابين وخروج آخرين من العزل الصحي الأمل الذي يتمسك فيه كثيرون، والذي يشكل الدليل المطمئن على إمكانية مواجهة هذا الفيروس وعدم افتراسه المرضى أو القضاء عليهم. رغم ذلك، هل فكرنا بمرحلة ما بعد الكورونا، ما بعد شفاء المرضى منه ورجوعهم لمنازلهم وأعمالهم أو حتى مدارسهم وجامعاتهم؟ ما يجب أن نؤكد عليه مرة ومرات أن هذا المرض، والذي هو من عائلة الإنفلونزا،
ليس بالمرض المعيب ولا يستدعي من المصابين به التستر أو الخوف من الإفصاح عن الإصابة به. على الجانب الآخر، يجب أن يدرك الجميع أن المصابين به والذين تماثلوا للشفاء ليسوا إلا مرضى شأنهم شأن أي مريض يصاب بوعكة صحية ويتماثل للشفاء ويعود إلى طبيعته وحياته الروتينية والعادية، وأن لا داعي أبداً إلى التهويل أو الوسوسة أو الخوف من التعامل مع أولئك الذين سبق أن أصيبوا بالعدوى بهذا الفيروس. وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد كشف لصحيفة الوطن عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع توسعة مدار البحرين الدولي الجديد وربط موعد التشغيل بتحسن الظروف الدولية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وحدد نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا للانتهاء من المرحلة الثانية. أشار صحيفة أخبار الخليج أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أعلنت أن مجموع المسافرين القادمين عبر رحلات تأمين عودة المواطنين في ظل أزمة كورونا بلغ 5570 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين 2964 مسافرا. من صحيفة أخبار الخليج نطالع أن النائب أحمد العامر قال إن يوم الأحد القادم هو الموعد المؤمل لإعادة فتح المساجد في مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات صحية واحترازية ووقائية مشددة. نقلت صحيفة الأيام أن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أكد على ضرورة التواصل مع المواطنين لما له من دور كبير في متابعة المتطلبات الأمنية والاجتماعية، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة. نشر الصحيفة الوطن أن مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة صرح أن شرطة المديرية سجلت 82 مخالفة بحق مخالفي قرار ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، وذلك خلال إجازة عيد الفطر. بقلم الدكتور نبيل العسومي، نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان نجاحات البحرين في استيعاب أزمة كورونا، فإلى سطور هذا المقال. تميز رد فعل مملكة البحرين إزاء جائحة كورونا بعدد من الحقائق التي وضعتها في مصاف الدول الناجحة، سواء على صعيد الأداء الصحي أو على صعيد استمرار الخدمات الإسكانية والتعليمية والاجتماعية، أو على صعيد الدعم المقدم من الحكومة إلى المواطنين بوجه خاص. على الصعيد الصحي، نجحت البحرين في خطة استيعاب هذه الجائحة وأخذ الاحتياطات في وقت مبكر من خلال اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي قللت من حدة هذه الأزمة على المواطنين والمقيمين. الجانب الثاني الذي ظهر فيه نجاح البحرين بشكل باهر وملفت مقارنة بالدول الأخرى بمن فيها الدول المتقدمة هو ضمان استمرار الخدمات العامة بكافة أنواعها، حيث لم يصب الشلل الحياة العامة وظلت المستشفيات والمراكز الصحية مفتوحة والإدارات الحكومية تقدم خدماتها. الجانب الثالث الذي سجلت فيه البحرين نقاطا إيجابية هو ضمان استمرار الخدمات التعليمية عن بعد، حيث لم تنقطع الدراسة بل استمرت بشكل جيد وناجح إلى حد كبير مقارنة بدول أخرى لديها إمكانيات أكثر من البحرين ومتقدمة على البحرين تقنيا واقتصاديا. الجانب الرابع أن الدولة تحملت كافة تكاليف هذه الفترة الاستثنائية وهذا الوضع غير المسبوق،
وقدمت الدعم الكبير إلى المواطنين وحتى إلى المقيمين. لفتت صحيفة الأيام أن لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة أطلقت مسابقة تصويرية تأتي تحت عنوان قصتي بعدستي، وذلك لتسليط الضوء على طبيعة المبادرات والمساهمات للمرأة البحرينية في التعامل مع تحديات الظروف بدءا من اليوم وحتى 28 من شهر يونيو المقبل. إلى الأخبار المنوعة، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج، حيث أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أعلنت أن أعمال إعادة صيانة شارع الملك فيصل بالمنامة تستدعي غلق مسارين على مراحل في الجزء المحصور ما بين شارع القصر وشارع الفاتح للمرور المتجه شرقا إلى المحرق ابتداء من اليوم وحتى يوم الأحد. وفي الشأن التعليمي، نطالع من صحيفة البلاد أن الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم أشاد بتجاوب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تجربة التعلم عن بعد التي تم تطبيقها خلال فترة تعليق الدراسة. نطالع من صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد بوشيري صرح بأن الوزارة أصدرت دليلاً إرشادياً حول خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع درجاتها إلكترونياً في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة والمقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. من بيانات سجل الإحصاءات للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، نشرت صحيفة البلاد بأن الإناث تفوقن على الذكور في أعداد الموظفين الحكوميين القدماء والمستجدين للربع الأول من العام الجاري. كتب الكاتب محمد لوري مقالا في صحيفة الوطن بعنوان رياضات الموروث تعتلي السرية، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. نجحت لجنة رياضات الموروث الشعبي الخاضعة تحت مظلة اللجنة الأولمبية البحرينية أيام نجاح في احتضان فكرة وتوجيهات ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرامية إلى ترسيخ موروثاتنا الشعبية في ذاكرة الجيل الحالي من خلال برنامج المسابقات الرمضاني السارية. السارية لم يكن مجرد برنامج تلفزيوني ترفيهي لاستهلاك الوقت وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم تنفيذاً لشعار خلك في البيت، لما شكل رسالة حملت بين طياتها معان عديدة لعل أبرزها إحياء ذكريات الماضي البحريني في شتى المجالات. السارية جسد اللحمة الوطنية البحرينية وأضاف إلى الجيل البحريني الحالي معلومات ومصطلحات قيمة وهامة نابعة من الموروث البحريني. شكرا لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه المبادرة التي تنم عن حرص سموه على أهمية الحفاظ على موروثاتنا الشعبية، وشكرا لوزارة الإعلام على تسخير إمكانياتها لتجسيد الفكرة إلى الواقع، وشكرا للجنة رياضات الموروث الشعبي التي كانت وراء تنفيذ التوجيهات السديدة، وشكرا لفريق العمل ولكل من أسهم في نجاح هذا البرنامج الذي عاد إلى شاشة تلفزيون البحرين بريقها. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير.
إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.